انا قمت من النوم الصبح لقيت نفسي تعبانه جدا وصدري تعبني وعندي كحه وعندي ربو على صدري وتعبانه جدا متدمره. تعال النهارده قلت اعمل الوصفه بتاعتي اللي انا دايما باخدها وانا عندي برد او كحه او سخونه. الوصفه دي المفضله عندي ودايما باخدها. اولا كده انا مش عايزه منكم اي حاجه غير دعوه حلوه علشان ربنا يشفيني واقدر اقدم لكم المزيد من الفيديوهات. وتعالوا بقى نخش على الوصفه ونشوف عملناها ازاي. مشروب لذيذ جدا وجميل وفي نفس الوقت هيخلصك من الكحه والربو والبلغم وهيطهر لك المجرى التنفس بالكامل. يلا بينا كده نسمي الله ونخش على الفيديو. خير، اهلا بكم، عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير. بصراحه انا قمت النهارده لقيت دوري مسدود وعندي واخده دور جامد جدا، فانا قلت النهارده هعمل لكم الوصفه اللي انا كل من كده برد او دور سخونه بستمر على الوصفه دي لمده 3 ايام بتخلصني من البرد والكحه وكمان احتقان الدور وبتسلك لي المجرى التنفس وكمان بتخليني اتخلص من البلغم والربو بكل سهوله. يلا بينا كده نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم ونبدا الفيديو. بس قبل ما نبدا يا ريت لايك وشير بالخير، ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا على طول واقول لكم على المكونات اللي معانا. طبعا كلنا معرضين ان احنا يجيلنا برد في اي لحظه خاصه في الشتاء ده. اول مكون معايا هيكون الزعتر. الزعتر من الحاجات الجميله جدا اللي هي بتخلصك من البرد والكحه وكمان بتعالجك من حساسيه الصدر لو انت عندك حساسيه صدر. هاخد كده ربع معلقه من الزعتر. كمان معايا لبان الذكر وده رائع للكحه، حلو جدا بيخلصك من الكحه، مش عايزه اقول لكم مفيد جدا للكحه. هاخد كده برضو ربع معلقه من لبان الذكر وكمان ربع معلقه من القرنفل او المسمار، برضو حلو جدا بيطهر لك المجرى التنفس وبيخلصك من اي بكتيريا موجوده في المجرى التنفس بالشكل ده كده. واهم من كل ده عسل النحل. واحنا عندنا برد او كحه لازم نستخدم عسل النحل كتحليه لاي مشروب احنا بناخده، مهم جدا. كمان بيقوي المناعه جدا وفي نفس الوقت بيخلصك من اي بكتيريا موجوده بالشكل ده كده. طبعا احنا في الشتاء دلوقتي والعسل متبلور بالشكل ده. اخدت معلقه بالشكل ده من عسل النحل. هضيف الاول اوراق نعناع فريش بالشكل ده وهي حلوه جدا ومفيده للتخلص من الربو والكحه وكمان بتطهر لي الزور من اي فيروس موجود فيه. النعناع من الحاجات الجميله اللي دايما استخدموها وانتوا عندكم برد. وبعد كده هنزل بالماء المغلي بتاعي بالشكل ده. هبدا اقلب المكونات بتاعتي. وبقى معايا هنا اقوى مشروب للبرد والكحه رائع جدا، من اول استخدام هتلاحظوا في الفرق بالشكل ده كده. مشروب كويس جدا لازم ناخده واحنا عندنا كحه او برد على الاقل 3 مرات يوميا. من اول يوم بتحس ان انت ارتحت تماما وكمان الكحه خفت كتير وكمان بيخلصك من الربو والبلغم بشكل حلو جدا او بكل سهوله. لو للكبار هنشربه زي ما هو كده، انما لو للاطفال هنغطيه لمدة 5 دقايق علشان الزيوت العطرية. وبعد كده هبدأ اصفيه بمصفى عندي وياخدوه الاطفال. جميل جدا وطعمه حلو ومقبول وفي نفس الوقت كمان علاج سريع جدا لعلاج الكحة والبرد. وطبعا انا اسفة على صوتي لان بجد انا قمت حرفيا لقيت نفسي متدمرة، عندي كحة جامدة، عندي صدر تعبني جدا وكمان صداع وزغللة في العين يعني متدمرة، فانا سامحوني على صوتي ده. هناخد الوصفة دي قد ايه؟ هناخدها لمدة 3 ايام، خفينا ما خفناش او رقنا ما رقناش. هناخد الوصفة دي لمدة 3 ايام 3 مرات يوميا، حرفيا بتخف تماما وبتبقى زي الفل وكمان بتخلص من اي بكتيريا او بلغم او ربو اي حاجة انت بتخلص منها اللي هي جايلك عن طريق البرد. كمان بتحس بارتياح في الصداع، الصداع بيروح وكمان حساسية الصدر والانف، حرقان الانف، كل ده بينتهي تماما عند ما تاخد الوصفة دي. كده خلصنا وصفتنا النهارده. تعالوا بقى نجاوب على السؤال النهارده. السؤال النهارده بيقول انا عندي حساسية صدر باستمرار، قال شوية كحة كده بيلاقي صدري تعبني جدا وعندي حساسية جديدة في الصدر. عندك حساسية جديدة في الصدر فانت هتستخدم الزعتر 3 مرات يوميا، هيخلصك من حساسية الصدر وكمان هيريحك جدا. وبكده وصلنا لاخر حلقتنا. يا رب اكون فدتكم. لو استفدتوا ولا بمعلومة يا ريت لايك وشير في الخير. بحبكم في الله. باي باي.